مشروع ممر التنمية في الحقيقة هو عبارة عن فكرة إزاي نستخدم أراضي مصر في صالحها، فنعمل مساحة في مصر تسمح للتوسع في المعيشة، مرة زراعة، مرة صناعة، مرة مخازن، مرة جامعات، مرة أي حاجة. معناها أن أنا لازم ألاقي حتة قريبة من الناس اللي موجودين دلوقتي في كل المدن والقرى وتناسب المعيشة وممكن تتوسع عشان انتاج زراعي، انتاج صناعي وهكذا، بس تكون قريبه قوي من البتاع ده. مش هيعملها الا اما احنا عملنا مسارات، شوارع او محاور يطلع من الاول من اسوان وبعدين من كومومبو وبعدين من الاقصر وبعدين من كل البلاد واحده واحده كده غربا في المنطقه المستويه اللي غرب النيل اللي هي تساوي مساحتها 10.5 مليون فدان، وبعدين بعد ما نعمل تنمية كبيرة جدا غربا في الحتة المستوية اللي قبل الهضبة في جنب النيل نعمل ممر طولي يجي من العالمين لحد حدود السودان ويمشي عشان يربط دول ببعض ويربطهم بالعالم الخارجي. وأنا في نظري إن الممر الطولي ده لازم يستمر مستقبلا لحد ما يوصل على جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. أنا في نظري دي فرصتنا كويسة قوي ان مصر دلوقتي رئيسة الاتحاد الافريقي، وهنقول ان احنا هنعمل ممر التنمية ده لافريقيا، نربط بقى العالمين بجنوب افريقيا.